مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم وجبه سهله وسريعه وصحيه للفطور. عنا اول شيء ملعقتين طعام شوفان، 90 ملي حليب سخن، ملعقه صغيره من الجبنه، جبنه الدهن، حوالي 4 معالق طعام زيت زيتون، رشه ملح صغيره، ربع ملعقه صغيره فلفل اسود، وربع ملعقه صغيره كمون ناعم، وبيضتين. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدي أحط الحليب فوق الشوفان، بخلطهم شوي، كمان رح أتركهم ليتشرب الشوفان الحليب، نرجع منكفي مع بعض. بعد ما تشرب الشوفان الحليب بهيدا الشكل، فاش الشوفان صاروا طرايا شوي. هلا بدنا نحط الجبنة، كمان البهار، الملح، الكمون، خلطهم شوي مع بعض. فينا نستعمل اي نوع جبنة قابل للدهن. هلا بنحط البيض، كمان بخلطهم منيح. خلطناهم منيح. هلا بحط الزيت بأرض المقلاي، بحطهم على الغاز درجة حرارة وسط. بسم الله. كمان بغطي المقلاي، بسم الله. هيدا الخليط أخذ من الأسفل اللون المطلوب. من الأسفل دغري بتستوي، ما بحاجة نطولها مثل الأعلى.
طفي الغاز وصارت جاهزة للتقديم. بسم الله. واو، هيدا شكلها من الأسفل. هيدي وجبة الفطور اللي عملتها أنا وياكم، تتقدم لشخص. بتمنى التعليق على الفيديو والاشتراك بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.